ونذهب إلى رام الله. الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني والرئيس الفلسطيني منذ قليل رحب بقبول حماس للورقة المصرية ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بمقترح وقف إطلاق النار. دكتور هباش، إذن ما هو الموقف الرسمي الفلسطيني؟ الموقف الرسمي هو ما عبر عنه الرئيس أبو مازن قبل قليل في بيان نشر على وكالة الأنباء الفلسطينية، يرحب بالجهود المصرية القطرية الرامية إلى تحقيق وقف للعدوان، وقف لإطلاق النار. كانت هذه هي أولويتنا من اللحظة الأولى، وهذا ما دعا إليه الرئيس أبو مازن من اللحظة الأولى لاندلاع هذا العدوان منذ بداية أكتوبر الماضي. دعا الرئيس أبو مازن إلى وقف فوري وشامل للعدوان وإلى حل كل المشكلات وكل القضايا ومناقشة كل الجزئيات المتعلقة بالموضوع، سواء فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال كأساس لتجنب أي جولة أخرى من جولات الصراع، أو الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام الذي أيضا جلب ويلات كثيرة على الشعب الفلسطيني منذ عام 2007 إلى الآن، وقدم ذرائع بالمجان لإسرائيل ولنتنياهو على وجه التحديد، تارة للتهرب من الشرعية الدولية والتهرب من الاستحقاق السياسي المتمثل بقيام دولة فلسطينية، وتارة بالعدوان على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني كلما وجد أن ذلك يخدم مصالحه السياسية في إسرائيل. خليني بس أقول لك أنه الجيش الإسرائيلي ما زال يناشد المدنيين هذا المساء في شرق مدينة رفح بالانتقال إلى المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس. ما زالت المطالبات بالنزوح إلى خان يونس أو المواصي مستمرة. هل هذا مؤشر والقصف الإسرائيلي يتصاعد بينما نحن نتحدث؟ كنا نسمعه بينما مراسلين موجودون معنا على الهواء. يعني هل هذا مؤشر ان اسرائيل ماضيه في عملياتها العسكريه، ام انها كما هي العاده وقبل القبول بالهدنه تكثف هجماتها؟ اخشى ان اسرائيل لا تريد حقا الوصول الى هدنه او الى تهدئه، لان نتنياهو يعتبر ان الوصول الى تهدئه هزيمه بالنسبه له، على الأقل هزيمة سياسية داخل إسرائيل، خصوصا أنه رفع سقف التوقعات ورفع سقف الأهداف العسكرية كما يدعي، فضلا عن أن الهدف الحقيقي لنتنياهو لا يتمثل في مجرد حرب محدودة على قطاع غزة أو كما كان يدعي القضاء على حماس أو استعادة الأسرى. الهدف الاستراتيجي لنتنياهو في الواقع هو إجهاض الدولة الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية. حاول ذلك مرارا من خلال الاستفادة من الانقسام الذي وقع عام 2007 عبر دعم وتكريس الكيان منفصل في قطاع غزة حتى لو كان بقيادة حماس، والآن هو يحاول ذلك من خلال الحرب، من خلال إجبار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على القبول بإملاءاته التي ربما لن يقف سقفها عند حدود التدمير والقتل، وإنما ربما يتجاوز إلى تهجير الشعب الفلسطيني واجتثاث الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، تمهيدا للانتقال بنفس السيناريو إلى الضفة الغربية لإجهاض ولتصفية القضية الفلسطينية. دكتور هباش، دايما نسأل عن ما the day after أو اليوم التالي للحرب ووحدة القرار الفلسطيني، وكانت هناك محاولة صينية يعني لحوار ومفاوضات بين الجوانب الفلسطينية المختلفة. هذا هو المحك الحقيقة، وحدة القرار الفلسطينية. لا نتحدث عن وحدة الفصائل، لا نتحدث، نتحدث عن وحدة القرار. هل هناك أمل؟ هل هناك رؤية؟ هل هناك رؤية من السلطة الفلسطينية وهي الجزء، وهي يعني الكيان الرسمي، في أن تمد يدها إلى حماس وتكون هناك مفاوضات حقيقية ووحدة قرار؟ يا أستاذة لميس، أنت تعرفين والكل يعرف منذ
وقوع الانقسام عام 2007. الجامعة العربية كلفت مصر بتولي هذه المهمة، مهمة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. وتولت مصر الأمر بكثير من الجهد وكثير من الاهتمام. منذ ذلك الحين إلى الآن توصلنا إلى اتفاقات كثيرة وخضنا حوارات جمة دون أن نصل إلى تنفيذ. الكل يعرف أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام هي استعادة قطاع غزة لشرعية المظلة الوطنية وهي منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد المؤسسات ضمن المؤسسة الرسمية التي سقفها منظمة التحرير الفلسطينية. كل مرة حماس كانت تتهرب طيب. من ذلك يعني دكتور هباش، أنا هأقاطعك قليلا على عودة يورو نيوز. عاجل من مكتب نتنياهو: إسرائيل تعلن رسميا أنها مستمرة في عملياتها العسكرية في رفح. على عهدة يورو نيوز: مكتب نتنياهو: إسرائيل تعلن رسميا أنها مستمرة في عملياتها العسكرية في رفح. فيعني نتابع ونتحقق من هذا الخبر. نزل خلاص على هو مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس. ما كيف ما هو رد فعلك؟ أنا كجزء من الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية موقفنا لم يتغير. نحن أولويتنا وقف شامل للعدوان. كل يوم يمر بدون توقف لإطلاق النار نحن نخسر على الأقل 100 شهيد وأكثر من ضعفهم من الجرح، فضلا عن التدمير والخوف والرعب الذي يصيب الناس. نحن أولويتنا وقف العدوان وسنستمر في العمل من أجل ذلك. كل السبل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك سنسلكها. مكتب الآن مكتب نعم بس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن عملية رفح ستتواصل. هذا يعني أنها يعني لا أعرف هل هذا يعني أنه الورقة أنه خلاص رفضت الهدنة أم أنه ما زال يتحدث عن الهدنة بينما ستتواصل العملية؟ يعني كيف ترى ذلك؟ ما أخشاه أن إسرائيل ستستمر في هجومها على رفح، سوف تستمر في مخططها لأن مخططها يتجاوز حدود سواء استعادة الأسرى الإسرائيليين أو الادعاء كذبا بالقضاء على حركة حماس. هدفها الاستمرار لاجتثاث الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. شكرا دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني.